عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جديد على قناة أفكار المجاهد. إذا كنت أول مرة كتشوف القناة ديالي اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. ما تنساش تعمل جيم باش تخلي تعليق مزيان في حالك. اليوم جيناكم بفيديو غنلصقوا الزليج واحد الشغلة، نوريكم الطريقة كيفاش كنلصقوا الزليج وبعض النصائح بحال دايما. بني راسك براسك وثق في راسك. قطع أي حاجز قدامك باش تحقق أحلامك. حتى أنا كنت في حالك وخلقت في حالك. كنت ما كنعرف نعمل والو وبديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت أنا تايق في راسي. وحتى أنت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناة وفعل الجرس وعمل لايك وخلي الرأي ديالك في التعليق، حيت الرأي ديالك كيهمني. بسم الله. دابا كنتبعو السهم، كنتبعو هاد السهم هذا. أي جهة بدينا السهم الجهة ديالها كنتبعو الزليج كامل كيتخدم السهم جهة وحدة. بالنسبة لمول الدار دايما يقولها المعلم، والمعلمية اللي عارفين راه الصناعية كيعرفو هادشي هذا. المهم هاد السهم هذا نديرو الجهة دابا بالتفصيل، يعني نبقاو خدامين السكنة كاملة هيك. نفس الشيء. كيجي زواقه حل بالنسبة لهذا الزليج هذا اللي العبار ديالو 50 على 50 سنتيم، كيجي واعر بزاف، كيجي فيه الديكور رائع. الثمن ديالو كيوصل 70 درهم، 68 درهم، 65 درهم، كل واحد وشحال كيبيعو، كل واحد شحال كيدفع مع صاحبو.
ميم كيجي واعر بزاف، كيجي بحال الشكل ديال الرخام، كيجي فيه الديكور واعر، حتى الجودة فيه يعني الجوان ديالو كيجي واعر. ميم ماشي من ديك الزلي ديال المغرب اللي كيخلي الجوان مفتوح وكيكون الخدمة فيه معدبة، ففيه الخدمة مزيانة والجوان ديالو كيجي مزيان وعاد الديكور واعر. الزلج صراحة الله يستاهل ديرو في السكنة، في ديكور واعر. بالنسبة للعجينة ولا الخليط اللي كنخدمو به، هي السيمة والكولا ديال الزلج. كما كنعرفو أكترية ديال الناس كيجيبو الكولا ديال 35 درهم وديال 30 درهم، فممكنلكش تخدم بيها بوحدها. إذا بغيتي تخدم كولا وحدها خصك تجيب كولا غالية ديال 80 درهم ولا 120 درهم. فالكولا رخيصة ضروري تخلطها بالسيمة والزليج كنديرو في الماء، ضروري باش تجي خدمة متقونة وفي نفس الوقت خدمة معقولة، يعني باش تجي صحيحة وخدمة في الموطع ديالها خصها ضروري نخلطو السيمة مع الكولا وما نعكزوش. الانسان المعلم خدام خدام يرطب الزليج في الماء ويعمل اللي عليه، والكمال لله سبحانه وتعالى، ما يغشي وما يعكشي، وتاكل فلوسك حلال. فالسيما ملي كتخلطها مع الكولا كتصحح الكولا وكتصحح الزليج كيجي صحيح. وبالنسبه للسام تاهو كيساعدنا الخدمه، بالنسبه للزريج اللي فيه السام راه كيساعدنا الخدمه، كنتبعو غير السام وكنخدمو مرتاحين. والزواقه كتجي نفس الزواقه، العروق كيجيو فحال فحال، يعني بلا ما نتعذبو كنحديو الزليج جاي نحديو الزواقه، تبع غير السام وخدم مرتاح. بالنسبه للناس اللي ما عارفين، واش اكثريه هاد الناس ما عارفينش هاد السام، لان الزليج كيخدم على السام. فمن هذا المنبر اي زليج عنده السام طار ديالو كتبع السام وكيخدم مرتاح. فملي كتبع السام كتجي نفس الزواقه ونفس الخدمه كما كتشوفو، كيجي فيه الديكور واعر. هاد الزليج هذا كيجي بحال الرخام، اللي يستاهل حتى 75 درهم، يعني فيه ديكور واعر. بعد ما كملنا الزليج دابا نلصقو البلينتا ونديرو الماستيك والسكنة المسالية. كما قلت لكم الديكور واعر، فيه ديكور على شكل الرخام، وفيه كولور، فيه اللون ديالو كحل، وفيه الكولور اللي كتشوفو. مفيش ثلاثة كولوريس، نفس الزواقة فيه كولوريس مبدلين. هو كيجي رائع جدا، كيجي واعر بزاف. كيفتح الصباغة كيعطي ديكور واعر. بالنسبة للماستيك راه كنديروها غير كتكون العرضية، إذا كنديروها غير أكثرية بالسيمة بيضاء. يعني ملي كتكون شي ضرورية، لكن شي حاجة ضرورية ولا الحيوطة ولا شي بلاصة إذا كطلب الكولور، يعني كنجيبو السيمة ديال الجوان ديالها خاص بيها، كتجي الديكور واعر. بعد ما كملنا له بلينتا والماستيك، هذا هو الشكل النهائي ديال هاد السكنة هادي. صح هاد الله زليج واعر. بالنسبة لأي واحد بغا يزلج يمشي يفتش على الزلج هذا، راه غيعجبو وفيه الثمن مزيان.
هذا الكولوار الدوش. والبيت والباطيو السكنة كاملة مكمولة. كنتمنى الشي اللي كنعملو يكون كيعجبكم، تكونوا كتستافدو منه، تكونوا خفاف على قلوبكم، كل الشي اللي كنعملو كيفيدكم في حياتكم. كنتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم ولا لي حشمنا، وشكرا على التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم، فبيكم كنزيدو القدام. تحياتي لكم واحد واحد. كنتمنى قبل ما تسالي فيديو تكون اشتركتي في القناة ديالي باش ديما تكون قريب وتكون واحد من العائلة، وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.